اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب. برحب بحضرتك سيادة اللواء، وعايزة يعني أعرف الحقيقة الفكرة العامة من عملية التعديل اللي أجراه المجلس النهاردة على القوانين الخاصة ماشي يا فندم، بمنح اهلا الجنسية بيك اولا للأجانب. وتحياتي لحضرتك أهلا ولكل بيك، المشاهدين بتوع القناه بسات. انا عايز اوضح اتفضل. نقاط واضحه عن هذا الموضوع عشان نصوب المعلومات التي وصلت اتفضل للاخرين. اتفضل. اولا هذا هو هذا المشروع قانون هو جزء من منظومه قوانين الاستثمار اولا. ثانيا هذا القانون لا يسمى قانون الجنسية، هو ايوه قانون اسمه الإقامة بوديعة، الإقامة بوديعة، القانون المصري بتاع الإقامة في ثلاث إقامات، في إقامة عام عادية وفي إقامة مؤقتة وفي إقامة خاصة، وفي أضيف عليه حاجة اسمها إقامة بوديعة، ده أسوة بحوالي معظم بلدان العالم بتاخد بهذا النظام. بس في الآخر بياخد الجنسية يا سيادة اللواء. ما انا هقول لحضرتك حاجه، لان الجنسيه دي جوازيه، يعني مش كل واحد هيقضي او هيحط وديعه هيبقى حقه جنسيه، لا. ما انا عايز اوضح ده عشان يبقى الامور واضحه تماما. وبالتالي الاقامه بقت زياده، قانون الاقامه عندنا قانون اقامه وقانون جنسيه. عدلنا بند واحد في قانون الاقامه، زودنا عليها ما يسمى قانون الاقامه بوديعه. اثنين، بالنسبة للجنسية سمحنا لمن يكون له وديعة وبافات عليه حين قانون الجواز، قانون اللي عنده وديعة وفات عليه يا فندم 5 سنين، 5 سنين على الأقل، 5 سنين يقدر يطلب الجنسية. مش يعني ينطبق عليه ذلك عندما تنطبق عليه جميع الضوابط والشروط بتاع قانون منح الجنسيه المصريه، وبالتالي الجنسيه جوازيه. ما لو يعني لو عندنا واحد حاطط اموال الدنيا والاخره ومصر مش عايزه تديه جنسيه، مش هتديه جنسيه، يعني هي جوازيه تعطى لمن ينطبق عليه الضوابط والشروط التي تتمشى مع الامن القومي، الامن القومي فوق كل شيء، ودي نقطه مهمه جدا لازم انا اوضحها، ان هي ما اولا الجنسيه دي بتاتي متاخره، لان هي الجنسيه في قانون في الجنسيه تاني، ولكن ده معظم بلدان العالم مع الاستثمار بتكمل هذه القوانين، لان في ناس كثيره المستثمرين بتتردد ذهابا وعوده وبتحب ان هي تقيم، وفي ناس مستقره في مصر. وديعة. الاقامه سياده اللواء، الاقامه بيتوازى معاها وديعه مبلغها قد ايه؟ الاقامه اللي بيحط وديعه وعنده وديعه بيشتغل فيها في مصر في اي مجال، وهو مضى على وجوده في مصر 5 سنوات وهذه الوديعه محطوطه، يحق له ان هو يطلب كام يا فندم؟ الوديعه دي كام؟ 7 مليون؟ الوديعه دي عدلت اليوم في المجلس اللي تكون 7 مليون. 7 مليون جنيه مصري. او مقابلها بالعمله الاجنبيه. ده مستقر في مصر ومقيم وعنده الوديعه دي، من حقه بقى الخطوه الثانيه انه يطلب الجنسيه. ان هو اذا طلب الجنسيه وانطبقت عليه شروط قانون الجنسيه المصري، في ضوابط في قانون الجنسيه المصري، ورات مصر ان في صالح امنها القومي ان هي تعطيه الجنسيه، اعطته الجنسيه، وبالتالي هي جوازيه يمنحها وزير الداخليه سلطه في القانون، وزير الداخليه بناء على تصديق رئيس الوزراء وبناء على ضوابط رئيس الوزراء، يعني في جميع ضوابط الامن القومي بتاع جميع الاجهزه وجميع المختصين في مصر يقولوا اه يبقى اه، وبالتالي هي جنسيه جوازيه، وده قانون ما هوش يعني ده معمول في معظم بلدان العالم، مثلا منها امريكا جوازيه، لانه مقيم في مصر لاكثر من 5 سنين. وبعدين زي ما سيادتك قلت كمان، بس 5 سنين، 5 سنين يعني بعد التعديل كان الاول ل 10 سنين، حضراتكم النهارده نزلتوها لخمس سنين. قانون الاقامه في الاقامه العاديه يمنح يطلب الجنسيه بعد 10 سنين. اللي يجب ان هو يعني سيادتك قلتي ونقط صحيحه، ان هو لا يشارك في الحياه السياسيه الا بعد 5 سنوات من منحه الجنسيه. من منحه الجنسية
ولا يشارك في اي انتخابات ثانيه او يعني مثلا في اي مستوى ثاني الا بعد 10 سنين. وبعدين هذه كلها تكون بطريقه جوازيه في ايد مصر وتتحكم. ايه العلاقه يا فندم ان هو يكون عنده عقار او يشتري عقار بمبلغ معين يصل ل 400,000 دولار مثلا في انه هو ممكن ايضا يكون حاصل على الاقامه؟ الكلام ده مش في القانون. امال الكلام ده فين؟ الكلام ده زي ما قلت لسيادتك كده، الاقامه بوديعه، ان يكون ان هو يشتري العقارات ده مبدا مش موجود. ده له قانون، ده العقارات ده له قانون لوحده، انما ده الاقامه بوديعه ضمن الاقامات المتنوعه التي ينص عليها القانون المصري. احنا النهارده بنتكلم في الجنسيه عموما، يعني بس عشان نكون محددين، علشان نكون بس محددين يا سياده اللواء. حضرتك قلت لي انا عايز احدد بعض النقاط. حضرتك اتكلمت على الاقامه وبسال حضرتك عن الجنسيه دلوقتي. انا محدده جدا الحصول على الجنسيه المصريه بالتوازي بوديعه اكتر من 7 مليون جنيه. ده كلام سليم؟ ده اللي حصل معايا. ما انا عايز اقول لسيادتك حاجه، القانون ليس اسمه جنسيه، القانون الإقامة بوديعة، ويستحق إذا طلب، إذا قعد 5 سنين وهذه الوديعة موجودة، إن هو يطلب الجنسية. فإذا طلب الجنسية وينطبق عليه شروط الجنسية اللي في قانون الجنسية المصري يمنح الجنسية، وهي جوازية. عشان كده أنا بقول لسيادتك إن هي قانون الإقامة بوديعة، لأن في ناس ربطت بالجنسية بتقول مصر بتبيع الجنسية. جنسية مصر غالية جدا، لا تباع ولا تشترى. انا بوضح بس هو عشان يبقى واضح. بس هو هياخد الجنسيه يا سياده اللواء اذا كان عنده وديعه ب 7 مليون هياخد الجنسيه صح؟ جوازيا اذا كان يستحق. وكان هو استحق، يعني هو استقر سياده اللواء، هو استقر في مصر واقام لمده 5 سنين بعد ما كانوا 10 سنين. هو دلوقتي استقر لمده 5 سنين ان شاء الله يقيم 50 سنه. وفي ضوابط يجب ان يعني يتم تطبيقها وهو نجح فيها، يحصل بقى على الجنسيه قصاد 7 مليون. لا يفتح الجنسيه، لا يحصل على الجنسيه الا. فقدنا التواصل سياده اللواء كمال عامر. يعني في النهايه هو بيأكد بس طول الحديث سيادة اللواء، بشكره طبعا، بيأكد على انه القانون ليس يحمل اسم قانون الجنسية. معانا مرة تانية سيادة اللواء. سيادة اللواء حضرتك سامعني؟ يا فندم انا معاك. طيب انا هكمل سؤالي. في النهاية بعد الضوابط اللي حضرتك بتقول عليها ما تم تطبيقها على هذا الشخص المستقر والمقيم في مصر، من حقه بقى لو عنده 7 مليون ياخد الجنسية اذا طلبها، صح؟ إذا طلبها وينطبق عليه شروط وضوابط الجنسية المصري، ويتمشى ذلك مع الأمن القومي المصري بقرار من رئيس الوزراء وبواسطة وزير الداخلية. شكرا يا فندم.